أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. العراقيون يستذكرون ثورة تشرين وتجدد المطالبات بكشف قتلة المتظاهرين، هذا عنوان القدس العربي. أما زمان الانتفاضة في الناصرية ترهن التصعيد بالكشف عن مصير سجاد العراقي. وفي المدى الحكومة تواجه اكتظاظ السجون ونفقاتها بعفو خاص عن النساء والأحداث. أما العربي الجديد، مسلحو حزب العمال الكردستاني يواصلون التضييق على أهالي سنجار. وفي الشرق الأوسط، صور تكشف حقيقة القصف الإسرائيلي لمنشأة صاروخية قرب طهران. الخليج الإماراتية، بلينكن يزور باريس في محاولة لإتمام مصالحة فرنسية أمريكية. منع الأوروبيين من دخول بريطانيا ببطاقات الهوية يدخل حيز التنفيذ، هذا عنوان الشرق القطرية. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ونبدأ بصحيفة النهار العربي التي كتب فيها فاروق يوسف، يقول: بين هادي العامري ومقتدى الصدر تمتد دروب المتاهة العراقية التي ستكشف الانتخابات المقبلة بعد أيام عن خرائطها السياسية الجديدة التي توحي أنها ستكون مفصلية بسبب علاقاتها بالتظاهرات التي شهدها العراق في عام 2019. وبين عمامة الصدر وبندقية العامري سيكون على العراقيين أن يتجرعوا سما واحدا من الخيارين: دولة دينية بغطاء مسلح أو لغم مزوق بالأدعية والفتاوى الدينية. سمعة العامري الذي اشتهر يوم كان وزيرا للنقل بحادثة إعادة طائرة طيران الشرق الأوسط إلى بيروت لأنها لم تقل ولده الذي تأخر عن الطائرة، ليست أكثر سوءا من جهة ارتباطه بجرائم القتل والخطف التي تعرض لها شباب الاحتجاجات من سمعة مقتدى الصدر الذي تصدت ميليشياته للمحتجين في غير موقع وفي أكثر من مناسبة. ويعتقد أن الصدريين كان لهم النصيب الأكثر في القتل، ولكن العلاقة بين الرجلين التي يمكن أن تكون أساساً لقيام تحالف يقضي على كل أماد العراقيين بالتغيير تستمد قوتها من كراهية مشتركة يضمرانها للزعامات الأخرى، وخصوصاً لنور المالكي الذي سبق له أن كان رئيساً للوزراء بين عامي 2006 و2014. يكره الصدر المالكي لأن الأخير لا يرى فيه إلا شخصاً متخلفاً عقلياً ينبغي استبعاده عن الحياة السياسية، وهو ما دفعه إلى شن حربين على جيش المهدي التابع للصدر في البصرة وبغداد. أما العامري فيكره المالكي بسبب تنافسهما على موقع الصدارة لدى إيران، فإذا كان العامري إيراني الجنسية والمعتقد فإن هناك من يعتقد أن خطوة المالكي لدى الإيرانيين إنما ترتبط بمليارات الدولارات التي ضخها في الاقتصاد الإيراني ضاربا عرض الحائط بحدود العقوبات الأمريكية. ويضيف الكاتب أنه ليس من السابق لأوانه أن يعقد الصدر والعامري صفقة يتم من خلالها وضع تصور لنوع العلاقة المستقبلية في مرحلة سيغلب عليها طابع الارتجال الثوري الذي سيزيد من حجم الفوضى التي يتعايش معها العراقيون في انتظار تغيير صار عليهم أن يؤجلوا الحلم به 4 سنوات أخرى. قالت صحيفة اندبندنت عربية أن الانتخابات البرلمانية في العراق تشهد حضورا لافتا لقوائم الميليشيات بعد أن كانت الميليشيات تحاول بشكل مستمر عدم إثبات ارتباطها بالقوائم الانتخابية وتستخدم عناوين مختلفة لجماعاتها المسلحة. وأضافت الصحيفة أن سيناريو الانتخابات يظهر بشكل مختلف هذه المرة
إذ تدخل العديد من الميليشيات بعناوينها الصريحة تارة أو بإعلان ارتباط قوائم انتخابية بميليشيات مسلحة بارزة تارة أخرى. على الرغم من أن مشاركة الميليشيات بهذا الوضوح في الانتخابات تزيد من دوافع المقاطعة لدى طيف واسع من العراقيين، فإن التساؤلات باتت تدور حول قانونية اشتراك تلك الجماعات في السباق الانتخابي. ويشير متخصصون إلى أن القانون يمنع اشتراك الميليشيات في السباق الانتخابي، إلا أن أي إجراءات لم تتخذ بحق القوائم التي يثبت ارتباطها بالجماعات المسلحة، الأمر الذي يعزوه مراقبون إلى سيطرة الميليشيات على الوضع السياسي في البلاد. ويقدر مراقبون أن يكون عدد الفصائل المسلحة المشاركة في الانتخابات المقبلة بنحو 20 فصيلاً مسلحاً، ولا تتوقف القوائم التي ترتبط بالميليشيات عند مساحة التنافس التقليدي بين كتلتي الفتح وسائرون، إذ تشهد الانتخابات هذه المرة حضوراً كبيراً للعديد من الميليشيات الأخرى بقوائم جديدة. وتشترك في الانتخابات العراقية ميليشيا ثأر الله التي تتهم بعمليات قتل على مدى السنوات الماضية. في المقابل تدخل ميليشيا كتائب حزب الله الانتخابات العراقية هي الأخرى من خلال حركة حقوق التي يتزعمها القيادي في الميليشيا حسين مؤنس. وبالإضافة إلى تلك القوائم تدخل العديد من الميليشيات والشخصيات البارزة فيها في قوائم أخرى أو تحت عنوان مرشحين مستقلين. الصحيفة ترى أن الانتخابات تبدو أشبه بالمزحة، خصوصا مع امتلاك طرف سياسي أكثر من 50,000 مسلح، مبينة أن هذا القدر من المسلحين جعل الميليشيات الموالية لإيران غير مكترثة للضوابط التي تصدرها مفوضية الانتخابات أو توجيهات وأوامر الحكومة، فضلاً عن المواد الدستورية التي تحظر اشتراك المسلحين فيها. يستعد العراق في العاشر من الشهر الحالي لإجراء انتخابات تشريعية هي الخامسة بعد الغزو الأمريكي في عام 2003، وسط مشهد سياسي بالغ التعقيد وضغوط اقتصادية وأمنية ستحدد مستقبل العملية السياسية. مصطفى فحص يرى في صحيفة الشرق الأوسط أنه في ظل انسداد الأفق الانتخابي فإن هذه الانتخابات لن تأتي بشيء جديد. يمكن القول إن هذه الانتخابات ستضع ليس فقط نظام 2003 أمام أسئلة بنيوية، بل إنها ستشكل تحديات كبيرة وخطيرة للجماعات والمكونات العراقية وأحزابها كافة حول مستقبل العراق ما بعد العاشر من تشرين الأول الحالي. أغلب المؤشرات تؤكد عدم وجود مفاجآت، إذ من المتوقع أن تتمكن القوى السياسية من إعادة تعويم نفسها انتخابياً مع فوارق في المقاعد وأحجام الكتل هذه المرة بسبب قانون الانتخابات الذي قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية. عملياً هذه أول انتخابات لا يشارك فيها رئيس السلطة التنفيذية عبر قائمة انتخابية ولا يعلن عن دعمه جماعة أو حزباً أو تحالفاً. موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل أو بآخر أزاح عن كاهل القوى السياسية الأساسية عبء لاعب جديد كان من الممكن أن ينافسها على حصتها البرلمانية. أما الغياب الأبرز فيسجل بحق القوى التشرينية التي لم تستطع أن تتبلور في كيانات أو أحزاب أو أسماء مستقلة، وتدخل الانتخابات بزخم الانتفاضة والتضحيات التي قدمها شبان العراق وشاباته في انتفاضة 2019. وعليه فمن الممكن القول إن هذه الانتخابات ستكون ساحة لمنافسة تقليدية، خصوصا إذا حصلت المقاطعة، إضافة إلى حضور السلاح والمخاوف من التزوير. وبحسب الكاتب فإن فرص التغيير عبر الآليات الدستورية وفقا لتوازنات القوة والسلاح والمال صعبة، ما يفتح العراق على احتمالات مجهولة بعد العاشر من الشهر الحالي. قبل أسبوع تقريبا أزيل الستار عن واحدة من أغرب الجرائم في التاريخ العراقي الحديث، حيث
أجبر شخص من بابل تحت ضغط التعذيب على الاعتراف بقتل زوجته، وظهر في التلفزيون الرسمي ومثل الجريمة أمام خبراء التحقيقات الجنائية، ولكن المفاجأة تمثلت بظهور الزوجة بعد عدة أشهر وهي حية. جاسم الشمري يتساءل في موقع عربي 21، هل هذه معتقلات لتحقيق العدل أم أوكار للانتقام؟ بعد هذه الحادثة بثلاثة أيام تناقلت وسائل إعلام محلية خبراً عن ضحية جديدة للتعذيب يدعى حسن أسود. اعتقلته استخبارات الشرطة الاتحادية في كركوك قبل 3 أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب، وبعد تعذيب مميت تبين أنه اعتقل بسبب تشابه أسماء. وتسبب تعذيب الضحية الجديدة بقطع أصابع يده اليسرى، والتعذيب في السجون العراقية جزء من سياسة العمل بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الذي أكد في 4 آب 2021 أن أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم البعثة الدولية ذكروا روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب بالكهرباء والتعليق من الخلف إلى السقف وطرق أخرى للتعذيب. وينظر الكثير من العراقيين للسجون على أنها مقاصل للسجناء ومقابر للأحياء بين المدن، وهي أوكار مظلمة تشكو واقعاً مريراً ومرعباً. الدول الراقية تتباهى بانحسار الجرائم والرفاهية والعمران والتطور والنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر، ولا تفتخر بالجرائم المنظمة وإعمار السجون واكتظاظها ومعدلات الفقر المذهلة وغيرها من المآسي الإنسانية. إن هاتين الحادثتين قلبتا ملف العدالة في العراق رأساً على عقب، وأعادتا للأضواء التحذيرات المتكررة التي صدحت بأن غالبية الاعترافات مع معتقلي القضايا الخطيرة تنتزع بطرق لا علاقة لها بقوانين العدالة والإنسان. ويضيف الكاتب أن هذه التطورات الكارثية مناسبة ملائمة لإنصاف الأبرياء في السجون والمعتقلات، ولتحجيم دور القوى الإرهابية المتدثرة بلحاف القانون وحجة مكافحة الإرهاب. يبدو أن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد لم يذهب إلى نيويورك من أجل حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل من أجل التقاط الصور الاستعراضية مع نظرائه من الدول العربية التي بدأت رحلة إعادة العلاقات الرسمية مع دمشق. بشير البكر يقول في صحيفة العربي الجديد إنه من حق النظام السوري أن يحتفل اليوم لأن الأغلبية العربية باتت مستعدة لإعادة العلاقات معه وتتبنى مسألة عودته إلى جامعة الدول العربية بلا شروط. في كل الأحوال وبغض النظر عن الترتيبات الشكلية، تشكل هذه الخطوة ولادة جديدة للنظام السوري الذي شارف على الموت عدة مرات خلال العقد الماضي، وآخرها كانت في أيلول 2016 حين تدخلت روسيا عسكرياً للحيلولة دون سقوط دمشق بيد فصائل المعارضة. ولذا تشكل عودة نظام الأسد إلى الجامعة جرعة سياسية مهمة له لإخراجه من غرفة الإنعاش. عودة الأسد إلى النظام العربي الرسمي نجاح جديد للثورة المضادة على ثورات الربيع العربي، ولكن الحصاد في سوريا لصالح إيران التي يبدو أنها استعادت المبادرة ولم تعد تأبه بالعقوبات الأمريكية، وإلا لما كانت بواخر النفط الإيرانية تعبر عدة بحار كي تفرغ حمولتها في المرافئ السورية، ومن ثم يتم شحنها إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية، وما كان هذا ليحصل خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وهذه علامة مهمة إلى ما ينتظر العالم العربي بعد أن تكمل واشنطن انسحابها من العراق وسوريا. ستكون هناك إعادة ترتيب للجغرافيا السياسية للمنطقة، وستحصل بذلك إيران على الحصة الأكبر، وبالتالي لن تنعكس كل هذه الاحتفالات بصورة إيجابية على سوريا التي تجاوزت حالة الفشل إلى الموت السريري وتحتاج إلى أكثر من مشروع مارشال لبث الحياة فيها.
الكاتب يرى أنه ما لم يحصل حل سوري سوري باتفاق جميع الأطراف لن تكون هناك قيمة لكل الترتيبات الجارية لإعادة تعويم نظام الأسد الذي ترفضه الغالبية العظمى من السوريين، والتي تبقى صاحبة الكلمة الفصل حتى لو دفعها التهجير القسري إلى ما وراء البحار، ومن غير ذلك لن يتغير الوضع عما هو عليه اليوم. مع مرور أكثر من شهرين على إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق عمل الحكومة والبرلمان، أضحى واضحا للكثيرين أن الخطر الداهم الذي يتهدد البلاد هو إعادة تأسيس نظام ديكتاتوري في تونس. صحيفة القدس العربي ترى أن تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة نوع من التكتيك الذي يستخدمه سعيد لخلط الأوراق كي يتجاهل قضية أن تعيين بودن جاء بقرار يتابع التدابير الاستثنائية التي بدأت منذ حركته الانقلابية. جاء تعيين نجلاء بودن رمضان كنتيجة للمرسوم الرئاسي رقم 117 الآن في الذكر، وإذا كان تسلم امرأة منصب رئاسة الحكومة في تونس للمرة الأولى أمرا تاريخيا واستثنائيا، فإن مجيئه بقرار من الرئيس المنهمك في مراكمة صلاحيات مطلقة يجعل الأمر أقرب لهدية من الذكورة السياسية الفائضة أكثر منه نتيجة لديمقراطية المجتمع والنزوع الاجتماعي الطبيعي لتمكين المرأة والاستفادة من قدرات النساء القيادية، على شكل ما جرى في بلدان أخرى مع تولي سانا مارين رئاسة الحكومة في فنلندا وتسليمها مراكز رئيسة فيها لنساء، وما جرى الشهر الماضي في ألبانيا مع تشكيل حكومة أغلبها من النساء، وكذلك ما جرى في حكومة بيدرو سانشيت الإسبانية عام 2018. كل ما فعله سعيد حتى الآن يصب للأسف في باب تعزيز نفوذه، ولا نتوقع أبدا أن يسمح رئيس بهذه المواصفات لرئيس وزراء سواء كان رجلا أو امرأة أن ينفذ مهامه الدستورية، لأن الدستور أصبح بعد تدابير الرئيس الاستثنائية نصا انتقائيا يتم التمثيل والتنكيل به كما حصل مع باقي مؤسسات الشرعية التونسية الأخرى. الصحيفة تقول إنه في بلد لم يعد فيه للنواب والقضاة حصانة لا يكون لرئيسة الوزراء أيضا حصانة، وسيقتصر دورها الشكلي على إشغال الرأي العام المحلي والعالمي بكونها امرأة ودورها العملي على تنفيذ أوامر الرئيس. يترقب العالم أخباراً سارة بعد أن كشفت تقارير طبية عن نتائج مبشرة بشأن حبة دواء مضادة لفيروس كورونا يمكن تناولها بسهولة، من شأنها تطويق الجائحة التي أربكت العالم. وبحسب التقارير فإن الدواء الجديد أدى إلى خفض الوفيات والحالات الحرجة التي تحتاج إلى دخول المستشفى إلى النصف، وفي حال حصل هذا الدواء على الموافقة فإنه سيكون أول عقار ضد كورونا يجري منحه على شكل حبة. وجرى تطوير حبة الدواء هذه من قبل شركة ميرك أند ريدجر باك الأمريكية، فيما تقتصر الأدوية المتاحة حاليا على الحقن والتسريب الوريدي. وقالت الشركة إنها قد تطلب رخصة الاستخدام الطارئ للدواء في الولايات المتحدة في غضون الأسبوعين، وحينئذ ستطلب الموافقة في دول أخرى من العالم. نتابع مع مشاهدينا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم.
في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.